اعمل بقى سلطه الجمبري بالسماق. مكونات: خس، بصل، سماق، ثوم، خل، شطه، بودره، وجمبري صغير مسلوق، او يعني جمبري براغيث اسمه كده في السويس، انا مش بقول من عندي. هبتدي بالدريسنج لان الجمبري مسلوق، طبق سهل قوي. خل اهو، معلقه خل كبيره، هحط شويه من السماق. خلي بالنا بقى السماق قوي جدا، فلو زودنا منه قوي يعني هو ما بيبقاش طعم وحش، بس ما بيبقاش باين حاجه بناكلها غير سماق. هخليه لان انا هحط منه تاني. والثوم عاده بقى، الثوم لما بنعمله في الدريسنج بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفرمه علشان ما يبقاش يجي في البق. فهاخد شويه صغيرين من الملح كده، ربع معلقه ملح. الشطه، طب السماق والشطه خلي بال حضراتكم هتلاقوا بقى ايه العمليه بقت حراقه شويه. اعتقد ان اغلب الناس اللي بتحب السي فود كله بياكل حراق. فين الزيت اهو؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 كده يعني 3 معالق الا حته. انا سرعت شويه، هاخد نقطه ميه صغيره. والمضرب، طب حضراتكم خدتوا بالكم انا عملت غلطه يعني غصب عني، وقعت الميه مني زياده. هحلها ازاي؟ هحلها بايه؟ معلقه زيت كمان. طيب انت كده هتقول انت بتحط بتهدر في الزيت و و و و، هحط معلقتين زيت واقدر بعد كده اخلي الدريسنج ده موجود في علبه ممكن استعمله تاني. ده كله زيت وتوم، فده ممكن يقعد فتره مش بطاله يعني. كده الدريسنج كتير، هقلبه كويس. هفرط البصل كده في البوله دي، طبعا ده اللي بيحب البصل. في هنا حته في البصله شكلها ناشفه، هي مش بايظه، هي ناشفه، دي مكان الروت، مكان ما بتنبت، مكان ما بيطلع العيدان بتاعه البصل كده. واحط عليه نقطه ميه صغيره. هتشوفوا حضراتكم دلوقتي لون البصل ده هيعمل ازاي. اخد معلقه كده اهو. لما تيجي تعملوا طبق السلطه ده انقعوا البصل في السماق 5 دقايق 10 دقايق قبل ما يتحط في الطبق. هو اوريدي كده شكله باين اهو ان هو واخد اللون بتاع السماق. طلع البصل كله وما نحطوش في خل، ميه مش خل. ناخد دي بقى كده نستعملها لحاجه تانيه. والجمبري على الوش كده. وطبعا انا علشان الدريسنج زاد فمش هستعمله كله بقى، مش هدله، هاخد شويه بالمعلقه كده بس. اهم حاجه اخد الثوم اللي موجود ده،